مناشدة أطلقها الطفل أحمد عزير النازح في كركوك من محافظة نينوى لرئيس الوزراء بعد تعرض عائلته للتهديد من قبل مجهول، ليستجيب رئيس الوزراء لهذه المناشدة في أقل من ساعة. ماش انت تتوقع أنه تيجي يصير هالشكل، والاستجابة ماش انت تتوقع تصير سريعة بهاي الدرجة أبدا. وطبعا أنا أولا أشكر طبعا جميع القنوات اللي جت وشاركت ونقلت أصواتنا إلى العالم، وأشكر بالدرجة الأولى السيد رئيس الوزراء للنظر إلى أفراد شعبه ورعايته لهم. فرد واحد كان يهددنا وأخذه وأخويا وهددنا، صار له 8 شهور عيهددنا، ودوا أخويا وهدد وودوا، وبعدين جت الحكومة وساعدتنا. أنا ناشدت الرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أني ساعدنا، وشكرا جزيلا لأنه ساعدنا. وكيل وزير الهجرة كريم النوري حضر إلى مخيم يحيى واستجابة للمناشدة، متوقفا على معاناة النازحين في المخيم، واعدا بالسعي إلى إنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى محافظتهم. اليوم حقيقة استجابة فورية لنداء الطفل النازح الذي حصل له تهديد عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، والاستجابة كانت سريعة من دولة الرئيس الوزراء وكذلك من معالي السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين. واليوم حقيقة ميدانيا جئنا نطلع على الحقائق، والجهات الأمنية أدت دورها، لا نسمح بتهديد أي مواطن وخاصة النازحين، ولذلك ليس حقيقة مهمتنا فقط الزيارة إنما محاولة عودة النازحين إلى ديارهم طوعيا وإخلاء العراق من مخيمات النازحين. لا يليق بالعراق هذا البلد العظيم أن يعيش بينه من أبنائه نازحون، ولذلك إن شاء الله سوف نفعل ما نستطيع من أجل إعادة النازحين. ولذلك اليوم يجب أن يعيش المواطن العراقي سواء في مخيمات النزوح في حياة كريمة، يعيش المواطن الحقيقي، يعيش الانتماء، على الأقل يعيش الاستقرار والأمان. يحدث في العراق أن تنتهك البراءة، ويناشد الأطفال بالدموع قبل الكلمات لإسعافهم، ليجدوا جيشا من الإنسانية هنا لإنقاذهم. سعد نصر سلطان، قناة التغيير، من مخيم يحيى.